سريعة. مفهوم العمل التطوعي واسع لا حد له. يقول المولى عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خيرا له. والعمل التطوعي من الأعمال التي حث عليها الإسلام العظيم، ودعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل التطوعي ظاهرة اجتماعية تحقق الترابط والتآلف والتآخي بين أفراد المجتمع، حتى يكون كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كالحمى والسهر. رواه مسلم. لقد قرست الحركة الكشفية في مختلف البلدان العربية جهودها في مجال التطوع، واستطاعت أن تكون أكثر قربا وتلاحما من مشكلات المجتمع، وأن تكون أكثر فعالية في تقديم خدماتها التطوعية لحل تلك المشكلات منفردة أو بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص المختلفة الحكومية والأهلية أو مؤسسات القطاع الخاص. نلتقي اليوم في هذا الملتقى، ملتقى النشامى الأول للمبادرات التطوعية والإنسانية، مع كوكبة من فرسان العمل التطوعي الكشفي في فلسطين بمحافظة شمال غزة. نرحب بالضيوف الكرام القادة الكشفيين: القائد بهاء ظاهر مجموعة سراج الأقصى، القائد أحمد خليل مجموعة البياض الكشفية، القائد عبد الرحيم أبو مهادي مجموعة الرباط الكشفية، القائد عوض غنامة مجموعة القدس الكشفية، والقائد محمد فرج الله مجموعة الرواد العودة. في هذا الملتقى أحببنا أن نتعرف على المبادرات الكشفية التي قامت بها المجموعات الكشفية في محافظة شمال غزة، ونبدأ مع القائد الكشفي عبد الرحيم أبو مهادي من مجموعة الرباط الكشفية كي يحدثنا عن مبادرة مجموعته في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بداية نرحب بالأخوة القادة كما نشكر الأخوة القائمين على هذه الفكرة في الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا القائد الكشفي عبد الرحيم أشرف أبو مهادي، والحاصل على تمهيد شارة خشبية، وممثلا اليوم في ملتقى مجموعة الرباط الكشفية. طبعا مجموعة الرباط قامت بعدة مبادرات، ومن أهمها مبادرة شارات الهواية البيتية الكشفية. تراوح هذه الشارات ما بين 130 إلى 150 شارة. طبعا هذه الشارة أو الشارات في ازدياد وظهور جديد مع تطور البلدان في وضع الذي نعيشه في قطاع غزة وفي ظل جائحة كورونا. قامت مجموعة الرباط الكشفية بعمل عدة مبادرات، من ضمنها مبادرة شارات الهواية، ومن ضمن هذه الشارات شارة الكشاف المنشد، وشارة الداعي الإسلامي، وشارة حفظ الصور من القرآن الكريم، وشارة المنظم المنزلي، وشارة الرسم، وشارة هيئة الأشغال اليدوية. طبعا قامت مجموعة الرباط الكشفية بالتواصل مع العديد من الكشفيين، كما قامت بطلب من جميع المشاركين بإرسال صور وفيديوهات لهم، كما وتم الإعلان عن الفائزين منهم، وسوف يتم إن شاء الله في نهاية المبادرة بتكريمهم بجوائز قيمة. ومجموعة الرباط مثلا مبادراتها مبادرات شيقة وممتعة جدا. ننتقل إلى القائد محمد فرج الله من مجموعة رواد العودة كي يحدثنا عن مبادرته الجميلة، مبادرة الكشاف المسحراتي، الذي يوقف في كل ليلة في هذا الشهر الكريم على صوت الكشافة وقبولها وأنغامها المميزة المواطنين كي يقوموا ويتناولوا وجبة السحور. فليتفضل القائد محمد فرج الله. بداية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، على هذه الاستضافة، شكرا لزملائي القادة في هذا الملتقى، ملتقى النشام الأول. بداية الصحرات تعتبر يعني من أهم الأنشطة الرمضانية من قبل الناس، يعني خروج الشباب التطوع لإقادة الناس لتناول وجبة السحور بنغمات
تجعل الناس يعني انبهار وسرور على وجوه الأطفال. ولاحظنا أيضا من خلال خروجنا إقبال جميل من الناس، يعني كل سنة يزداد أكثر فأكثر إقبال الناس إرسال أطفالهم مثلا الانتظار على باب المنازل بالحلويات والتصور مع الشباب، أشياء زي يعني مسحرات، شيء جميل جدا جدا. قال محمد يعني اللي تحكوها المبالغ، عندنا مثلا نداء لما حد يطلع عندنا مثلا إزعاج محمد مثلا، تصحروا فإن في الصبر البركة، مجموعة القدس بتحييك يا محمد، تسليم الخير والبركة، يقوم عصفور رمضان اللي يزورها. شكرا للقائد محمد فرج الله على هذه المبادرة، وننتقل إلى القائد عوض غنامة من مجموعة القدس الكشفية ليحدثنا عن مبادرتهم خلال شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر الأخوة أصحاب الفكرة على هذا اللقاء وعلى هذا الملتقى، وأيضا نشكر إخوان القادة في المجموعات الكشفية. ستحدث اليوم إن شاء الله عن مبادرتي، بعرفكم عن نفسي، أخوكم القائد الكشفي عوض زكي غنام من مجموعة القدس الكشفية حاصل على الشارة الخشبية. في البداية أقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول أعمال ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. ومن منطلق الواجب نحو الله كما تعلمناه في حركتنا الكشفية، سأتحدث عن مبادرة أصدقاء الشرطة، حيث أننا في مجموعة القدس الكشفية ومنذ عام 2000 وقد بادرنا في هذه المبادرة، وتم التوافق بيننا وبين شرطة المرور على أن يتم نزول الكشافين بمساعدة شرطة المرور في وقت الازدحام والاكتظاظ المروري للناس، وخصوصا في شهر رمضان، حيث عدد الكشافين المتطوعين هذا العام بلغ على مستوى محافظة شمال غزة، وموزعين في المفترقات المزدحمة والمرتضة بالسكان، حيث أن الكشاف قبل نزوله للتطوع مع شرطة المرور لابد له أن يكون حاصل على شارط منظم المرور، حيث تتم بالتوافق والإدارة العامة للمرور. ونزول الكشافين بمساعدة شرطة المرور الشخصية والمحاكاة في التعامل مع ظروف الحياة، وكيف لا وشعارنا دائما كل مستعدا. وفي الختام نسأل الله التوفيق والسداد للمجموعات الكشفية في ربوع الوطن، وحياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير. نشكر القائد عوض غنامة على هذه المبادرة وهذا الشرف وهذا التوضيح لمبادرته، وننتقل إلى القائد المثابر القائد بهاء ظاهر من مجموعة سراج الأقصى. القائد بهاء دائما نشاهده في مستشفى الأندونيسي، دائما يتحرك في كل زاوية، في كل غرفة، في كل طابق، في كل مكان نلاحظ الكشافين، وعلى رأس القائد بهاء من مجموعة سراج الأقصى ليحدثنا عن وجودهم في المستشفى خلال شهر وبه من عام. شكرا لك يا أخ المصعب. بسم الله الرحمن الرحيم، أعرضكم عن نفسي من خلال الكشف بهاء على إدارة من مجموعة سراج الأقصى الكشفية. لقد قمنا بتطوع في مستشفى الأندونيسي منذ 4 سنوات كل شهر رمضان، وهي تعتبر من أكبر مستشفيات القطاع التي تعتبر أكبر المرافقات الصحية التي يترددها المرضى في شمال القطاع، ونعمل على رواحة المرضى من حيث أن نساعدهم المرضى في سهولة التنقل بين الأقسام داخل المستشفى، وأيضا نقوم بالمساعدة الإدارية في أعمالهم البدنية، ونقوم يوميا بتوزيع أشكال الأفطار داخل المستشفى. شكرا
شكرا للقائد على هذا التوضيح. ننتقل للقائد احمد كبير مجموعة التيار الكشفية ليحدثنا عن مبادرته منذ ان اعلنت جمعية الكشافة الفلسطينية عن حملتها الوطنية التطورية في مجابهة فيروس كورونا. كان للقادة الكشفيين دور هام وبارز بجانب المؤسسات الحكومية والأهلية لنتعرف أكثر على دور المجموعات الكشفية. نلتقي مع القائد أحمد خليل هذا التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين. أما بعد، منذ أنا أخوكم القائد الكشفي أحمد نبيل خليل من مجموعة البيارق الكشفية. قمنا منذ اللحظات الأولى في إعلان حالة الطوارئ بسبب جائحة الكورونا مرض كوفيد-19. قمنا في مجموعة البيارق الكشفية بإطلاق حملة تعقيم للعديد من المحلات التجارية وصالونات الحلاقة وأيضا بعض المساجد وبعض وسائل النقل العام مثل البصات وغيرها. أيضا قمنا بالمشاركة مع الجهات المختصة في شمال قطاع غزة مع لجنة الطوارئ في الشمال. قمنا أيضا بتجهيز بعض مراكز الحجر الصحي من مدارس وخلافه، قمنا بتجهيزها بالسرائر وغيرها وتعقيمها أيضا. كما وقمنا أيضا بالمشاركة في الحملة التوعوية التي أطلقتها جمعية الكشافة الفلسطينية أنا كشاف أنا متطوع، وقمنا أيضا في خلال هذه الحملة بتوزيع العديد من البروشورات والبوسترات التوعوية في جميع مناطق شمال غزة. السلام. في نهاية هذا اللقاء نشكر القادة الكشفيين على هذا التوضيح، على أن نلتقي إن شاء الله في ملتقى قادم ومع قادة جدد، مجموعات جديدة ومع مبادرات تطوعية وإنسانية جديدة. لكم كل التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.